خاص يخدم الوضع. ملتيمتر سميناه ملتيمتر لانه كيقدر يعبر ليا بزاف ديال المسائل. غادي نبداو من الاول. دابا هو في لا بوزيسيون اوف طافي ياك. بغيت نعبر الى بغيت نعبر لا طونسيون. لا طونسيون هي لو فولتاج، هي التوتر. هذاك لا طونسيون عندي هو فيه الاختيارات، كيعبر ليا لا طونسيون كونتينيو ديال التيار متصل او لا مستمر، وكيعبر ليا لا طونسيون ديال التيار المتناوب الجيبي. هادي ها هو لو فولتاج، شتوه ها هو بديليه هنا مثالي هنايا، هذا بين هنا وهنا هذا اوكي. هاد الفولت قدامها واحد العلامه كتعني التيار المتناوب الجيبي، هذا هو التيار اللي عندنا في الديور ديالنا، هما اللي خدامين به هاد البولاط نيت دابا فلاتولي صافي. واش هذا غادي نعبر به شي حاجه في السياره؟ لا لا اوكي. هذا الاخر بادي من هنايا ومسالي ليا هنايا، هذا هو لو فولتاج وفيه هذا الرمز بحال ما هكذا ياك. هذا كيعني فيه خط وتحته ثلاثه الخطوط متقطعه، هذا هو التيار المستمر صافي، كورون كونتينيو صافي. بادي ليا من 200 ملي فولت، لحقاش هاد اميلا رديتو البال مينيسكول ياك. الا كانت ماجيسكول اش غادي نقولها؟ غادي نقولها ميغا مليون، ولكن هادي راه ام مينيسكول ياك. 200 ملي فولت تبعها جوج، اش كتعني جوج فولت؟ لا جوج فولت، ها جوج هنايا اللي كاينه، هاد ام ملي فولت هنايا جوج فولت. ولكن شنو كنعبروا بها؟ هنايا كنعبروا في هاد 200 ملي فولت، كنعبروا شي حاجه من 200 ملي فولت لتحت، مفهومه؟ وهذه اللي فيها جوج فولت بين جوج فولت حتى لهذيك 200 ملي، وهذه اللي فيها 20 يعني من 20 فولت ماكسيموم حتى 3 فولت، وهنا 200 يعني من 200 فولت حتى 21 فولت، وهذه 600. ولا رديتو البال دايرين ليها واحد العلامه ياك، اشاره ديال الخطر، يعني 600 فولت. 600 فولت تقتلك انت. 600 فولت ياك، عندنا 480 فولت وعندنا 600 فولت، وهذا كتكون عندنا في السيارات الكهربائيه او السيارات اللي هي ايبريد، لي فيكول ايبريد اللي كيكون فيها قلنا موتور ضو وموتور كاربيرون ياك. فوالا ايوه. احنا دابا دوزنا دابا الفولتاجات ياك، يعني بغيت مثلا انا عارف انه عندي في الطومبيلات هادو اللي فيهم موتور تيرميك اعلى فولتاج هو 12 فولت اللي عندي، يعني غنمشي غادي نعبر هنايا بالفان تبع ليا هنايا. درتي هنا 200 فولت غادي يعبر لك، ولكن غادي يعبر لك بالفاصله، لحقاش كيمشي هو مع المئات ما غيمشيش لكش مع العشرات. حنا دابا خاصنا نديرو هنا باش يعطيني داكشي بالتدقيق اوكي. بغيتي تعبر لا ريزيستونس ديال شي حاجه، المقاومه ديالها شحال فيها من اوم؟ اوم هو هذا، هو الرمز ديال المقاومه. الاوم بادي ليا من هنا حتى لهنا هو هذا ياك. اقل عدد هو 200، 200 اش 200 اوم. هنا جوج كيلو، جوج كيلو اش جوج كيلو اوم، كيلو هو 1000. هاد 200 غادي نعبر بها شي حاجه اللي انا اتوقع انه القيمه القصويه ديال لا ريزيستونس ديال 200 اوم لتحت، يعني بين 0 و 200. هاد جوج كيلو كنعبر شي حاجه اللي عارف فيها من 2000 اوم حتى 200 وشي حاجه. هنا 20 كيلو اوم يعني 20000 ياك. هنا 200000 200 كيلو اوم، وهنا جوج ام ماجيسكول. شنو قلت لكم دابا؟ ام ماجيسكول هي ميغا، يعني هنا جوج مليون اوم وكاينه
كاينين دي بو او لا دي زونغولمون دي بوبين في دي بيس اللي فيهم لا ريزيستانس بالملايين فيها بالالاف او كاين داكشي سي بون. هذا بالنسبه لا ريزيستانس وهذا هو اللي غادي نخدموا به في الديمارور هنايا. نعبروا لي زونغولمون نعبروا البوبيناج نعبروا الرولي راه بهادي باش دابا غادي نخدم بها صافي. للاشاره انه لا ريزيستانس كشرط عقلوا عليها ما تنساوهاش، ما كنعبرش لا ريزيستانس ديال شي حاجه طبيعه الحال شي حاجه اللي كتخدم بالضوء ولا كيدوز فيها الضوء باينه، ولكن ما خاصش يكون دايز فيها الضوء ممنوع. باش تعبر الفولتاج ديال شي حاجه الفولتاج هو سيتان ستوكاج او الضوء اللي دايز في شي حاجه معينه ياك، هو فرق الجهد بين جوج ديال النقاط. ولكن لا ريزيستانس هو درجه المقاومه ديال هذيك الحاجه، كلما المقاومه ديالها طلعت كلما الضوء اللي كتسمح بالمرور ديالو كيقل، كلما المقاومه ديالها هبطات كلما الضوء اللي كتسمح بالمرور ديالو كثر. هكا دابا دايره، هكا دابا دايره اوكي. المقاومه هي القدره على البلوكاج، راه سميتها اصلا مقاومه. شنو هي المقاومه؟ اقاوم شي حاجه، هي القدره على البلوكاج ديال الضوء هي المقاومه. لاباراي اولا هذا الملتيمتر كيفاش كيعبر ليا المقاومه؟ لاباراي فيها واحد الحجره اون بيل، شنو كدير ليا هي؟ انا بغيت نعبر المقاومه ديال شي حاجه معينه بار اكزومبل ياك، بين هنايا وهنايا ياك، ها هو دابا راه عطاني. شنو دارت هي دابا لاباراي؟ لاباراي شنو دابا كدير هي؟ فيها الحجره كطلق الضوء من هاد مع هاد الخيط، هي كطلق الضوء. فاش كنديرها هنا هي كتخرج الضوء مع هاد الخيط كيخرج وكيمشي البوبيناج، كيدوز في البوبيناج كامل كيعاود يخرج مع الطرف الثاني كيعاود كيرجع لاباري بحال كيجيب دوره وسط هذاك البوبيناج وكيرجع. الا ما رجعش الضوء كتعطيني بحال هكا انه الخيط مقطوع، هذاك البوبيناج اللي كنعبر فيه الضوء ما رجعش. فاش كيرجع كتطلع ليا هي واحد القيمه كيف ما دارت ليا دابا. هذيك القيمه ياك منين جابتها؟ هي القيمه ديال المقاومه منها. منين جابتها لاباراي دير لها واحد لو سيركوي كيدير لي كالكول كيحسب. اشنو كيحسب؟ كيحسب المده الزمنيه التي انطلق فيها الكهرباء من هنا وصل لهنا. كلما طالت هذيك المده، حنا كتبان لينا راه حنا كيبان لينا غير مسيتي بالخيط هكا طلعت لك ياك لاباراي. انت دابا كيبان لك راه في البلاصه عطاتك عبار، لا لاباراي ماشي في البلاصه، داكشي فيه الوقت. ديك الفواصل ديال الثواني كتحسبهم. كلما طالت هذيك المده لا ريزيستونس كتطلع، كلما قلت هذيك المده لا ريزيستونس كتقل. حنا عاطينها واحد العلاقه تناسبيه انه هذاك الرقم اللي غادي تافيشي لك هنايا هو يساوي واحد القيمه معينه مضروبه في هذيك المده اللي الضوء خرج ورجع فيها صافي. هكا باش كنستنتجوا حنا ياك القيمه التقريبيه ياك ديال هذيك لا ريزيستونس اللي كاين في هذاك لو بوبيناج. هذه هي الطريقه اللي كدير هي اللي كاين. فاش كندير هكذا خاصو يعطيني زيرو، علاش؟ ما كايناش مقاومه في البلاصه، في البلاصه خرج الضوء في البلاصه رجع اوكي. اسرع مده هي هذه، هي الزيرو، انه كيعطيك زيرو اوم سي بون.
هذا بالنسبة للعبار اللي بغيت أنا نعبر لا ريزيستانس. دابا بعض المرات أنت ما كيهمكش القيمة ديال ديك الحاجة شحال فيها، كيهمك غير واش مقطوع ولا ما مقطوعش داك البوبيناج. كنديروا الصونيط، ها هو الصمت اللي يدير بحال الرمز ديال الويفي، كلكم عارفين الويفي هو هذا. شي حاجة بغيت نشوف واش كدوز، كنمشي كنقلبها خاصها تعطيني الصونيط. وهذه كيستعملوها بزاف في الدومين ديالنا، غير هي مكنصحكمش بها بزاف. الصونيط كتعطيك واحد المعلومة أنه هذاك الخيط ما مقطوعش وصافي. ها بعض المرات كيخصك تعبر مثلا واحد البوبيناج معين عندك. مثلا انت دابا جابد لا دوكيمونطاسيون تكنيك، لا غوفي تكنيك ديالها جابدها حاطها قدامك وكاتبين لك هذاك البوبيناج اشحال خاص يكون فيه في العبار لا ريزيستانس. هذاك العبار اللي كاين في لا دوكيمونطاسيون تكنيك هو اللي خاصك تلاقاه. الا انت بقيتي كتستعمل غير الصونيط، كلشي كدوزو بالصونيط، غتزقل واحد الحاجه مهمه ديال شي حاجه، واحد لونغولمون ولا واحد الفيل ولا هذا اللي خاصك تثبت القيمه ديالو ما تثبتيهاش. ولكن شنو تثبتي عليك انت؟ درتي الصونيط واقتنعتي انه مزيان الخيط ما مقطوعش، وبصح هو ما مقطوعش. اي حاجه كتيقن انها خدامه شنو كدير انت؟ كتلوحها موراك، كتبقى الشك فيها ياك، كيولي مجال الشك ديالك هو داكشي اللي قدامك. واي حاجه حيتي فيها الشك تلوحها موراك، ولا زقلتي شي حاجه خاصك تعبرها وانت درتي فيها الصونيط والعبار ديالها خاسر، كدوزي. ولكن لا ريزيستانس ديالها غالبا غتكون ولات اضعاف مضاعفه، ضعفات بالمئات المرات. اذا ديك الدور تقلب على لا بار وتقلب ورا البياسه اللي فيها الديفو، هي هذيك اللي نتايا قلبتيها غير بالصونيط وعطاتك الصونيط صافي دوزتيها. فهم اشنو عاوتاني اللي عندي هنايا؟ عندي هنا هذه دي زوبسيون ما كتلاقاش في لي ملتيمتر كاملين. هنايا فين كنعبروا لي ترانزيستور، لي ترانزيستور كنشدوهم كنخشوهم في هاد لي ترو. ترانزيستور هو واحد لا كومبوزونت الكترونيك، واحد المركبه ولا واحد لا بياس الكترونيك فيه ثلاثه ديال الرجلين، فيه ليميتور وفيه الكوليكتور وفيه لا باز، ولا حسب النوع ديال واش هو ان بي ان ولا بي ان بي. وكنعبر راه واقيلا كنظن يمكن الاستاذ محسن يمكن شاف معكم شي حاجه. لا ماشي نتوما. المهم تنعاود غادي ندير معكم درس خاص غير بلي ترانزيستور. لي ترانزيستور هو واحد لا كومبوزونت فيها ثلاثه ديال الرجلين، يعني ثلاثه ديال الخيوط اللي كيركبوا ياك. واحد الخيط كيدخل واحد كيخرج، غير هذاك اللي غادي يخرج كيخرج بالشرط ديال الخيط الثالث، هو الشرط. الخيط فوال الخيط الثالث خاص تدوز فيه واحد القيمه معينه. لي ترانزيستور كيختلفوا في هذيك القيمه، يعني الا كان كذا دوز ما كانش ما دوز صافي ياك. كتجيكم نتوما ساهله هذه القضيه، هذا جايب وهذا غادي يخرج داكشي اللي جايب الاول ما كيبدلش فيه، ولكن بواحد الشرط كاين. الشرط هو اللي كاين في الخيط الثالث، اذا وقع كذا دير كذا دوز، اذا لم يقع ما تدوزش ياك. ولكن فاش كنجيو هاد لي ترانزيستور كنلاقيو بزاف ديال لي ترانزيستور وهذا ياك، كنحصلوا على واحد داره، ماشي غير داره، كنحصلوا على واحد اللوحه الكترونيه كبيره. راه هادوك اللوحات اللي كاينين لي كلهم عابرين بلي ترانزيستور. ولولا ان الانسان لم يخترع ترانزيستور ياك، هاد التكنولوجيا اللي كتشوفوا فيها الان اللي هو تكنولوجيك والكترونيك وهذا، هو اختراع الترانزيستور.
اش بقى لنا دابا؟ كنا كندو هنايا على العبار ديال لي ترانزيستور. اي كنا كندو على العبار ديال لي ترانزيستور. لي ترانزيستور كنديرو اليوم تيست هنا في هاد لي تخو هادو، وهادي اوبسيون كاينه في هاد لاباري هادي. على اي شنو اللي بقينا؟ بقى لنا غير لامبيراج. لامبيراج بادي من هنايا ومسالي هنايا، بادي بداو من اصغر قيمه. اصغر قيمه هي 20 ميكرو امبير، اولا 200 ميكرو امبير. وعندي 2 ملي امبير و20 ملي امبير و200 ملي امبير و10 امبير. شي حاجه عبرتي ليها لامبيراج ديالها اللي فايت 10 امبير غادي تحرق الملتيمتر. غير هنا كاين واحد الفرق، فاش في الطريقه ديال المونتاج. عندي الخيوطه كيدوزوا الضوء، وعندي حاجه اخرى كدوز الضوء. هاد لابلاك هادي، هاد البلاك هادي، واش هي كيدوز فيها الضوء ولا ما كيدوزش؟ فين كيدوز؟ سنينات. لا منين كيدوز؟ فين كيدوز؟ فاش كيدوز؟ خاص شوف خاصو طريق فين يدوز الضوء. فين كيدوز الضوء؟ الخطاوط. هاد لي بيس هادو كنسموهم دي بيس. هاد اصبر، بالنسبه للذهب كيكون في بعض لي بارتي اللي حنا محتاجين هذاك الضوء، خاصو يدوز باقصى سرعه ممكنه ما يتعطلش. كنديروا هذاك السيركوي الذهب باش، لانه الذهب هو موصل كهربائي اكثر من النحاس. هذا الشيء اللي قدامنا هنا نحاس، يقدر يكون الذهب هنايا في شي قلت ممكن، ولكن قليل. عندكم في البورطابلات ديالكم كاملين، ولكن تافه داك الشيء، ما واحد قليل. علاش؟ كاين غير في واحد لابارتي، فهمتي؟ كاين غير في واحد البلايصه، ماشي كله في لي بيس ديال الذهب. لا الذهب راه غالي. الفكره اللي بغيت نقول، هاد لي بيست هادو حتى هما راه فيهم دي بيست غلاض ودي بيست رقاق، ياك؟ اهي حتى هما فيهم دي بيست غلاض ودي بيست رقاق، راه بحالهم بحال الخيوطه ديال الضو. حتى هما كاينين لي بيست غلاض كيدوزو ليا لامبيراج طالع، ولي بيست رقاق كيدوزو ليا لامبيراج قليل. الفكره اللي بغيت نوصل، هاد لي بيست بحالهم بحال الخيوطه، حتى هما كيديروا هذيك الغمامه اللي قلت لكم، الغمامه اللي قلت لكم، بسبب انه كل بيست كدوز ليا غمامه. داك الشيء علاش دايرين ليا واحد الفراغ بين بيست وبيست. هذاك الفراغ يحترم الحدود ديال هذوك الغمامات الالكترونيه، صافي؟ الغمامات المغناطيسيه كيحترم. اش بقى لنا دابا؟ كنا كندو هنايا على العبار ديال لي ترانزيستور. اي كنا كندو على العبار ديال لي ترانزيستور. لي ترانزيستور كنديرو اليوم تيست هنا في هاد لي تخو هادو، وهادي اوبسيون كاينه في هاد لاباري هادي. على اي شنو اللي بقينا؟ بقى لنا غير لامبيراج. لامبيراج بادي من هنايا ومسالي هنايا، بادي بداو من اصغر قيمه. اصغر قيمه هي 20 ميكرو امبير، اولا 200 ميكرو امبير. وعندي 2 ملي امبير و20 ملي امبير و200 ملي امبير و10 امبير. شي حاجه عبرتي ليها لامبيراج ديالها اللي فايت 10 امبير غادي تحرق الملتيمتر. غير هنا كاين واحد الفرق، فاش في الطريقه ديال المونتاج ديال لاباري. الا بغيتي تعبر لامبيراج، الا بغيتي تعبر الفولتاج، واش كنحيدو حنايا شي حاجه؟ كنخليو كلشي راكب وكنعبر الفولتاج. بغيتي تعبر لا ريزيستونس ديال شي حاجه،
تقدر تخليها راكبه كاع وتحيد ليها غير الفيش وتعبر. ولكن المشكله ديال لامبيراج شنو هو لامبيراج؟ لامبيراج كيعبر ليا العدد ديال الالكترونات اللي دايزه في واحد السيركوي معين. هذاك العدد ديال الالكترونات باش يتعبر يعني خاص يدخل من لاباري ويخرج، فهمتوا؟ دابا خاص يدخل من لاباري ويخرج، يعني خاص هذاك الخيط اللي بغيت نعبر ليه لامبيراج اللي دايز فيه خاصني نقطعو او نحيد ليه لوبو ديالو، داك الطرف ديالو فين فيكسي ويركب هنا، وفين كان فيكسي غير ركب هذا، باش هذاك العدد ديال لي زيليكترون اللي دايزين فيه غيدخلوا ويتعبروا وسط لاباراي ويعاودوا يخرجوا ويكملوا في السيركوي. وخاص تكون شي حاجه خدامه اللي عندها العلاقه بهذاك الخيط، شي حاجه اللي كتاكل الضوء، اللي انه الضوء ما غيتحركش الا ما كيتكالش، الا ما كيتكونسوماش، ياك هاد الطريقه ياك كتعذب شويه حيد وكذا، لانه هي خاصها تركب على التوالي اون سيري. اشنو كنديروا دابا؟ اخترعوا لينا واحد اختراع زوين، ها هو فاطمة. اول مره نوريكم هذه الاختراع اللي اخترعوه هو هذا، كنسميها بانس امبيرميتريك. شنو هو الدور ديالها؟ الدور ديالها هو كتعبر لامبيراج بلا خيوط، بلا ما تقطعو، بلا ما تحيدو من بلاصتو. خلي الخيط دايز، ها هو خيط مثلا دايز، كنمشي كندير لي بحال هكا وما كنقيسوش كاع، كنديرها الوسط بحال هكا. وكتعطيك هي كتعطيك قيمه موجبه ولا قيمه سالبه. عطاتك قيمه موجبه، موجبه مثلا عطاتك قيمه 2 امبير مثلا موجبه، ياك شنو كيعني؟ كيعني انه هاد الجهه هي اللي جاي منها الضوء وغادي لهاد الجهه، فهمتوا دابا؟ الضوء دايز هكا، عطاك قيمه سالبه يعني الدوره بالعكس غادي تشدها وتعاود تقلبها هكذا، عاد غيعطيك قيمه موجبه يعني راه الضوء دايز هكا. هاد المعلومه ديال واش الضوء دايز هك ولا هك لا ترى بالعين، ولكنها كتعبر بلاباراي، راه مهمه بالنسبه لك انت، لانه بعض المرات في هذا الشيء اللي هو جديد كيخص الضوء يمشي في هذا الاتجاه، ولا عندك شي حاجه خاسره ولا ما هياش غيولي الضوء غادي في الاتجاه الاخر. مثلا بحال كنقولوا بياس اللي خاصها تدفع الضوء صدقات هي اللي جرى الضوء، والبياس اللي خاصها تجر الضوء صدقات هي اللي دافعه، راه مشكل، راه ولي عندك الاتجاه ديال لو كورو مقلوب. خاصك تجبد هاد القضيه، كنجبدوها بهاد القضيه ديال لا بينس. حتى هذه اللي عبرتي بها اون سيغي كتعطيك بليس و موان، ولكن هذه براتيك سهله. واحد كيقول لك نخلي الطوموبيل بالليل في الصباح كتخوى لي الباتري، يعني كاين شي حاجه اللي كتاكل ليه الباتري، كنمشي كنعبر كنسكت كل شيء في الطوموبيل، الكونتاكت في جيبي، كنهز الكابو كنمشي كنشوف هذوك لي دوك لي بور، عند لي بور ديال لا باتري لي كوس واش كاين شي امبيراج كيطلع ولا ما كيطلعش. الا كان شي حاجه اللي كتاكل ليا الضوء يعني كتكونسومي تستهلكو الكهرباء، انا غايبان ليا لامبيراج طالع هنايا، مفهوم؟ كيفاش هي خدامه؟ هذه خدامه بواحد مبدا بسيط. شنو هو هذاك دابا المبدا؟ انه اي خيط دايز فيه الضوء دايزه يدوز الضوء، يكون حوله واحد الغمامه لا ترى بالعين، واحد الغمامه مغناطيسيه، مجال مغناطيسي داير بالخيط. كلما تزاد لامبيراج في الخيط كلما هذيك الغمامه غاديه وكتكبر ولا ترى بالعين، ولكنها كتعبر. هذيك الغمامه هي اللي كتعبر ليا هاد لابانس. هاي هي فيها واحد العيار شتيه، ها هو هو اللي كيعبر ليا، وحنا دايرين ليها واحد العمليه حسابيه. هذاك المجال اللي عبراتو كدير واحد العمليه معينه زائد ناقص ضرب قسط مأس اثنان جذر مربع ما عرفت شنو طق، باش كتستنتج ليا
شحال ممكن يكون دايز ديال لومبيراج صافي. يعني هي تستنتج حسابيا القيمه ديال لانتونسيتي شده التيار اللي هو لومبيراج اللي دايز عن طريق هذاك المجال المغناطيسي صافي. هنا كاينه واحد الملاحظه خاصنا ننتبهوا لها. اشنا هي؟ هي الخيوطه. ما كنعوضوش الخيوطه في السياره كيف ما قال لنا مخنا، لا كنحترم الخيط او القطر كنسموه، ماشي القطر، المهم لا سيكسيون ديال الخيط، يعني هو السمك ديالو هذا، يجب ان يعادل ويتماشى مع هذاك لومبيراج اللي دايز. الا كان لومبيراج اللي دايز ضعيف وانت درتي خيط غليظ، راه داك الضو بحال كيبقى مجلي في هذاك الخيط كيدوب. اي داك كيبقى مجلي. عاوتاني نفسروها بطريقه بسيطه، بحال شديتي طوموبيل وحده ياك وبغيتي وبغيتي دوزها في الطريق في العرض ديالها 100 متر، في العرض ديالها 100 متر ياك، نعتبروا هذيك الطوموبيل الكترون لا عقل له، يعني غيقدر يبقى غالي هو عرض حتى يوصل للجنب عادي يزيد قدام عاوتاني، يعني ما غادي يوصل النهايه فهمتوها. اما الا ضيقتي ليه الطريق ما عندوش فين غيبقى يتشافى، غيمشي النيشان سيصل في اقرب وقت. هذا هو درتي خيط غليظ ولومبيراج قليل. دابا العكس، لومبيراج عندك طالع ودرتي خيط رقيق، درتي طريق فيها 2.5 متر وبغيتي دوز فيها الطوموبيلات كثار، شي غيدخل في شي الصدام يعني الاكسيده غيديروها لي زيليكترون ماشي هو الحديد. الحديد كيوقع ليه صدام، كيتضرب الحديد، كيعواج الحديد، كيتقلب، ولكن لي زيليكترون فاش كيدخلوا مع بعضياتهم كتشعل العافيه، كيسخن الحيط، الخيط غادي يتحرق. لا ماشي غادي تبليس 7 الموا غير هما في الخيط غادي يسخن، غيوقع داك الصدام غادي يسخن. دائما الخيوطه ياك، دائما الخيوطه كيمشيو على حسب لومبيراج. كاينه عمليه حسابيه كنحسبوا بها حنا اصلا، كاينه عندنا اليوم نعطيها لكم، عمليه حسابيه كنحسب شحال ديال لومبيراج اللي غيدوز في واحد الخيط معين باش نعرف اش من الخيط اللي خاصو يدار المناسب، الخيط اللي ما غاديش يسخن ياك، واللي ما غاديش يكون كيعطل لي الضوء. صافي ماشي، يمكن لك